ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة بيبليدر لوي. اليوم عندنا فيديو نزال ثلاثي مع ابن عمي بين شجاع المنتصر للاعب شهاب بلبل من النوع الهجومي، وكمان بين لهيب المستعد للاعب ماهر بلبل من النوع المزدوج، وبين الوميد اللعب على اللاعب ضاري بلبل هجومي دوران يساري، وكلهم اصليه من تكارتومي. يلا نبلش. وإذا بتحبوا النزالات الثلاثية وصلوا هذا الفيديو ل 3000 لايك عشان نعرف إنكم بتحبوا النزالات الثلاثية اللي فيها ثلاث بلابل. جو شوت. بس فينيش اللهيب مستعر. أوكي، حديد اللهيب عائق. والفائز هو المميض اللامع في الجولة الأولى، طاقة هائلة. جو شوت. اللهيب أوكي. نقطة لشجاع المنتصر، النقطة للوميض اللامع. رح نحسب كل شي نقاط واحدة عشان ما رح نعرف مين عمل بيرث ومين طلع خارج حلبة، فكل شي نقطة واحدة. جو شوت جو شوت. اوكي الوميض اللامع. اوه دبل بيرث. الفائز هو الوميض اللامع بثلاث نقاط ونقطة للشجاع وصفر للهيب المسكين. شجاع المنتصر، ووه انتقام. اوكي ضل اللهيب. هل الرحيب رح اللهيب رح ينتقم او بجناح الشجاع المنتصر رح يفجر اللهيب؟ اللي ما اشترك بالقناه بسرعه يروح ينزل يشترك بالقناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبناه ويفعل جرس التنبيهات. دبل بيرست خرافي. اسمع، بتعرف انه حسيت زمبرك شجاع المنتصر تبع الدرايفر تبعه، زمبرك درايفر شجاع المنتصر حسيته هيك ضل سوري اوكي حسيته ضل هيك شويه معلق بعدين رجع طلع فوق. خرافي الدبل بيرست. بس فينيش. اوه نقطة للهيب. اذا النتيجة واحد للشجاع، واحد لهيب، واحد للهيب واثنين للوميض، صح؟ لا، ثلاثة للوميض، اثنين للشجاع، واحد للهيب. اوكي شكرا على التصحيح، انا بلخبط دائما بالنتيجة. الوميض اللامع اخذ هذا الفوز على الراحه والبارد المستريح لانه الوميض والشجاع كسروا بعض دبل بيرست، هو مبسوط بلف بعيد واخذ نقطه هيك ببلاش. جو شوت. اوكي اوه اوكي نقطه للشجاع. اوكي كم النتيجه؟ ثلاثة للشجاع، اربعة للوميض، واحد للهيب المسكين. جو شوت. لا شجاع بيرست من اوليتها. دبل بيرست، احلى لهيب واحلى لهيب. اوكي اوكي عملنا جولة خارجية. اوكي فاز الوميض اللامع، ما فرجيناكم كيف طلعناهم بس انه كنا عم نجرب شغلة. اوكي فاز الوميض اللامع، خمسة للوميض، ثلاثة للشجاع، واحد للهيب المستعر. جو شوت. اوكي الشجاع اصمد. اوكي ستة للوميض. لهيب دوري مي فاصول ازيدو. كنت بصرخ دو ما بعرف ليش بس انه خلص. اوكي يا رب اللهيب يفوز، يا رب اللهيب يفوز. ما تخسرش تسوي لنا دبل بيرست زي دائما، اسنانك الضعيفة يا اللهيب المستعر. انا اسف يا محبين اللهيب المستعر لكن الحقيقة المرة انه هو اسنانه ضعيفة مش كثير قوي للاسف. هي اوكي نقطتين للهيب، ثلاثة للشجاع، ستة للوميض اللامع. وشتة اوكي جو شو. اوكي هاي ما راح نحسبها لحدا الصراحة، انا طلعت الشجاع برا وصار في بيرست وكمان خروج خارج الحلبة بنفس اللحظة بين الوميض واللهيب. اللي ما حط لايك على هذا الفيديو ينزل بسرعة وحط لايك عشان نوصل هذا الفيديو ل 3000 لايك. الوميض اللامع سيطر على الحلبة. شفت الدوران اليميني مع الدوران اليساري؟ مستحيل. الوميض طلع بقوة مع انه طلع اخر واحد كشوف برا الحلبة. حلوة منك يا الشجاع المنتصر، عجبتنا. اربعة للشجاع المنتصر. جو شو. اوكي مش عارف اطلق. اوه نقطة للهيم. النتيجة حاليا اربعة للهيم، اربعة للشجاع، ستة للوميض. اوكي جو شوت. اوكي اللهيب طلع لحاله. لير الشجاع المنتصر طارت.
صار لها اشي؟ الحمد لله مش اصلا اصابات. اكلت لها ضربة مرتبة. لا فيش مكان مبين بس يعني انه خبطة قوية طارت بالحيطة. لا عنجد خبطة الخزانة بعد الحيطة. اوكي هنشوف نتيجة. اوه نقطة للعيب، خمسة للعيب، اربعة شجاع، ستة رميض. لهيب. اوه نقطة للوميض اللامع. جوجو ايه ضربت لهيب، سوري سوري طلعت كثير ضعيف بس عادي خلص مكتوب. تخيل يفوز اللهيب. اسمع طلع بطرف جهاز الاطلاق، ما سحبتوش كامل جهاز الاطلاق. اوكي صراحة اللوميض فاز بس ما راح نحسبها. اوكي فعشان صار رخبط يلا خذ جهاز اطلاق. انا اسف. لامع هو الفاز. جو شوت. اوكي من حقه يطلع شجاع بس يلا نكمل هيك. اوكي نقطة للشجاع، خمسة للشجاع، خمسة للهيب، وثمانية للوميض اللامع، صح؟ تأخرنا في الإطلاق، بسيطة. طبعا اللي ما اشترك بالقناة بسرعة يروح ينزل يشترك ويفعل جرس التنبيهات ويحط لايك ويضيفني على سناب شات والانستغرام اللي روابطهم بصندوق الوصف. اوكي وشجاع المنتصر اخذ نقطة. ستة للشجاع، خمسة للهيب، وثمانية للوميض اللامع. جو شوت. احلى لهيب. اوكي شجاع المنتصر اخذ نقطة، كم النتيجة؟ سبعة للشجاع، خمسة للهيب، ثمانية للوميض. دبل بس قبل ما طلع اللهيب، استنوني طب. بالغلط طار جهاز اطلاقي. الشجاع طلع لحاله. اللهيب اصمت، ما تنفجر. يا حرام. والفائز هو الوميض اللامع، حان وقت تبديل القطع والاندماجات. اوكي ابن عمي اختار القطع اللي بدك اياها واحكي لنا، يلا ركبهم انت بتحكي. اخذ لير الشجاع مع حديدة اللهيب مع ودرايفر درايفر الوميض اللامع. اوكي رح اخذ لير اللهيب مع حديدة الشجاع ما. اوكي يلا بلش. رح اخذ حديدة لير اللهيب مع حديدة الوميض ومع درايفر الشجاع المنتصر. اوكي ابن عمي كتير بغير رأيه، اخر قطع رح نركبها. اول اندماج وتعديل حديدة الشجاع مع درايفر لهيب على لير الوميض. لير الوميض مع حديدة الوميض، سوري لير اللهيب مع حديدة الوميض ودرايفر الشجاع، ولير الشجاع المنتصر مع حديدة اللهيب ودرايفر الوميض. مين برأيك انت رح يكون اقوى اندماج او تعديل؟ تعديل الوميض. انا بالنسبة لي تعديل الشجاع ممكن يفوز. جو شوت. لير الوميض. اوكي حلو انه درايفر الوميض اللامع اللي محطوط على تعديل الشجاع المنتصر من مصنوع البلاستيك مش من الطاق، فعنده قدرة على الاحتمال، فيعني ضيع طاقته بس ما ضيع كتير يعني ما خسر. اوكي ركب البلبل هذا لو سمحت. اوكي نقطة للشجاع المعدل. اوكي اوكي اللهيب بس ضل ينفجر. 2-0 للشجاع المعدل. جو شوت. اوكي الشجاع 3-0. اوكي ما صار اي صراحة ما رح احسبها للوميض، لا ولكن احسبها نقطة للوميض مع اني طلعته هيك لحاله ولا تأثر ولا صار اشي بس فاز على المستريح. جو شوت. اوكي الظاهر انه درايفر الشجاع المنتصر علي اللهيب المستعر سيء جدا، اسنانه بتطلع ضعيفه. على فكره اكتشفت شغله انه الدرايفر كمان له قوه للاسنان ما بتبين كتير، ما بتبين من المنظر يعني كلهم زي بعض، بس قوه الزنبرك في درايفرات على فكره بتمسك البلابل بقوه، مثلا درايفر اللحاء المتجدد، درايفر الوميض، درايفر ال اوكي نقطه للشجاع، ودرايفر كريس سيتن يعني هذا بشكل عام. درايفراتهم تمسك اللايرز القوية، يعني لو في عندكم لاير ضعيفة على فكرة بتساعدها بتقويها شوي.
اوكي تاخرت اسف. حلوه اخيرا ضلوا فهموا بالحلبة ما حد طلع طار زي البوب كورن. اوكي شجاع المنتصر توقع صح. شفتوا كيف توقع صح. شجاع المنتصر تعديله خرافي. درايفر الوميض اللامع اعطى دعم للليير تبع الشجاع قوي خلى اسنانها اقوى. اوه اللي هي باخذ نقطه. اوكي صراحه ما كنا عم نحسب النتيجه. اوكي عادي هلا بنطولها. بس الشجاع المنتصر متفوق باكثر من 4 نقاط. باقي البلابل ممكن نقطه نقطتين يعني مش اشي. جوش كل هي بعمل بيرث بعجوبة. طيب لا ده شوف اكم من سن مستحيل. اوكي كليك وكمان كليك بيرث. والله ما توقعت منك لان الدرايفر الشجاع كتير ضعيف مع شو اسمه لير اللهيب. بس يلا كويس. اوكي يلا نطلع الجولة رقم 1,000,000. يلا خد جهاز اطلاق اليمين. اوكي بقي الشجاع مبسوط. بيرس فينش من اوليتها. شجاع اوكي والفائز هو شجاع المنتصر. رح نعمل كمان جولة اضافية. جوش اوكي شجاع طار. يلا اللهيب اللهيب طلع الوميض خارج الحلبة. اوه نقطة للهيب. جوش تعادل حلو. اوكي الابيض اللامع. كل هيك مالوش داعي بفجروه بطيره. اوه الابيض المعدل. شوف يس طير من الابيض. يلا لهيب فوز كمان جولة. اوكي خسر الوميض. ايه سوري فاز الشجاع المنتصر. هلا رح نعمل كم من جولة بعد ما خلصنا تعديلات. رح نعمل جولة كمان كم من جولة لأحلى متابعين ضلوا يحضرونا بالقطعة الأصلية. رجعنا القطعة الأصلية. اوه اوكي ما رح نحسبها حدا لأنه اللهيب أصلا طلع آخر شيء هيك بالحظ. لهيب اوكي الوميض اللامع ما زال الفائز بالنزالات العادلة العادية بدون تعديلات قطع. هو تريبل بيرس كلهم نعملهم بيرس بنفس اللحظة. لقطة حلوة كان مع هذا الوميض اللامع. لا الوميض انفجر معهم كمان صح؟ كيف لا انفجر. اوكي لساته مركب. سوري فكرته هو انفجر كمان بس 2 كليكس اجت له. تعادل جنوني. جوش درايفر لهيب كان لسه بلف شوي. اوه بيرست هيك شوي شفتي لير الشجاع المنتصر هيك طارت شوي على راحتها. جوش اوكي ما نزل وميد. اوكي شجاع طلع لحاله اسف. اللي هي شو رايك نجرب نطلع شجاع كمان مره يلا بس يخسر لهيب. اوكي بيرث حلو. هو شفتوا بيرث مع الحديده ولا ياك. اوه للاسف ما استحمل الوميض. طب شفتوا اوكي فاز الوميض اللامع. جوش اوكي شو المشترك بالقناه ترى. اوه اول بيرث للوميض اللامع بكل هذا الفيديو صح. شجاع المنتصر فاز بالصدفة. جوش طاقة اللهيب استعمل كل طاقته وانفجر ليقدر يعمل كليك واحد للوميض 2 كليكس سوري وطلعوا خارج حلبة. اللهيب اوكي تأخرت الشجاع. الوميض اللامع هو الفائز بهذا النزال الثلاثي.
فشكرا لكم، ولا متابعتكم للفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات، تحطوا لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، وانشروه بكل مكان. بس بنشوفكم الفيديو الجاي، ضيفونا على سناب شات والانستغرام، روابطهم بصندوق الوصف، هناك وجه ببين في كتير اشياء حصرية. ولا تنسوا تتابعوني على الستوريز، القصص والكوميونتي والمنتدى تبع اليوتيوب، هاي ميزات جديدة باليوتيوب، فاكبسوا على اسمي بقناتي وراح تلاقوا الميزات الجديدة. وبس بنشوفكم بالفيديو الجاي. اللهيب والشجاع والمميض بيسلموا عليكم، بيحكوا لكم سلام. اوكي لحظة امسك الكاميرا، مش عارف امسكها.